احد المعتقلين في برج العرب، هما باذن الله ثابتين. حاجه كمان عملوها الايام دي خالص، انهم احنا كنا بنخش ناخد ملايه نفرشها نقعد عليها، منعوها، ما بقتش في ملايه دلوقتي نقعد عليها، حتى لو قعدنا على الارض يبقى على البلاط. حتى لو انا حتى شال على كتفي وعايزه اخش بيه افرشه علشان نقعد عليه، لا مفيش حاجه تخش من دي خالص. يعني بيحاولوا يخنقونا على قد ما يقدروا، ولكن الحمد لله احنا ثابتين. برضو حصل معاهم ان هم دخلوا عليهم السنسنه وخدوا كل متعلقاتهم، سحبوا منهم التفنجات اللي احنا جايبينها، واصبح دلوقتي اللي يلبس ترنج من بره ياخدوه على التأديب، لازم البدلة اللي هما مسلمينها له، ممنوع أي حاجة تانية. فكل اللي بيحصل دوت جوه، ومع ذلك حتى هما صابرين وثابتين، وهما بيثبتونا واحنا بنثبتهم. يعني حتى احنا لو ضعفنا، لا ألاقيهم كلهم سبحان الله، يعني الثبات عندهم حاجة قوية جدا، لأنهم عندهم مبدأ يعني إن هما شقاهم مش هنكسر أبدا، ومهما يعملوا فينا احنا ثابتين وصامدين. وزي ما عارفين ان الياس خيانه، واحنا عمرنا ما هنكون ديننا اولا ولا وطننا، وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يثبتنا ويثبتهم، واحنا هنتحمل اكتر من كده واكتر واكتر في سبيل الله سبحانه وتعالى، وان شاء الله مش هننهزم ابدا.